السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد اللي هو غادي ندوي لكم على الدروس اللي غادي تكون عندكم في الامتحان الوطني من شهر 10 اللي بادين فيه حتى لشهر 3 اللي وقفتوا فيه، يعني قبل الحجر، يعني فترة الحجر الصحي. وندويو اليوم على مادة الرياضيات، حيتاش مادة الرياضيات هي من واحدة من المواد اللي مهمة بزاف في الامتحانات الوطنية وعندها معامل أكبر. خاصكم تعرفوا يعني مجموعة ديال الدروس اللي عندكم في الامتحانات الوطنية، الدروس اللي كانوا بقول الأساتذة بزاف، يعني جوج دروس هما الاحتمالات والهندسة الفضائية، يعني هاد جوج احتمالات اللي كيمثلوا لينا 25% من المقرر ما دوزوهمش الأساتذة، يعني قليل اللي يعني اللي وصل ليهم. دونك هاد جوج دروس هادو راه ما كاينينش، يعني ما يعني نهائيا. ركزوا على الحوايج هادو اللي غادي ندويو عليها، اللي هما المتتاليات، الأعداد العقادية، الدوال العددية، وحساب التكامل. بالنسبة لحساب التكامل، على العلم ان التكامل كاين اللي ما داروش كاملو، دونك هنا غنهضروا على لا بلوبار الاساتذه غيكونوا داروه، حيتاش هما غادي ياخذوا بعين الاعتبار لا بلوبار. وكذلك المعادله التفاضليه كاينه امكانيه تحط حتى هي. بالنسبه للمتتاليات المستقلة، كاينه متتاليات مستقلة اللي هي متتاليات التمارين ديالها عادية، وكاينه اللي معدلة، يعني الا خدمتو امتحانات وطنية راه غادي تعرفوا علاش كنهضر. وبالمناسبة راه درت يعني مجموعة الامتحانات الوطنية، درت ليها التصحيح اللي كتهضر على كيكون تمرين فيه الدوال، ويعني مقسم الى جزئين، الجزء الاول فيه الدوال والجزء الثاني فيه متتالية مرتبطة بديك الدالة. دونك هادو راه كاين احتمال يعني 100% غادي تلقاوه في الامتحان. دونك راه كاين تحت الفيديو اللين اللي غادي يديكم التصحيح ديال التمارين اللي درت. هذه وحده. احنا ما عارفينش اش غادي تحط لكم، يعني اش غادي تحطوا فيهم. خصنا نوجدوا اي حاجه ممكن يحطوها. دونك كما قلت لكم راه التمارين راه درتهم بالنسبه للمتتاليه المرتبطه بالداله، وراه ديجا درت تصحيح ديال كلكو اكزرسيس فيهم. دابا ندوزو للاعداد العقاديه. بالنسبه للاعداد العقاديه خاصك تعرف كيفاش تحل المعادله في الاعداد العقاديه. خاصك تعرف الشكل المثلثي راه جد 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 مهم. بالنسبه للشكل المثلثي راه خاصك تعرفه. بالنسبه للدوال العدديه اللي كنا دوينا عليهم، خاصك تعرف الاتصال والاشتقاق، الدوال ديال الالان وديال الاكسبونونسييل. وهاد الدول هادو راه كنا خدمنا فيهم تمارين، خديناهم من امتحانات وطنيه ديال الاكسبونونسييل، وخدمنا حتى ديال الالان. دونك هما، دونك هذا راه كنا خدمنا، درنا ليه التصحيح، ها هو راه تلقاو تحت الفيديو، ها هو داله الاكسبونونسييل. وهاد امتحان وطني اخر خدمنا فيه الداله ديال الالان. دونك حاولت ناخذ هنا وهنا، ويعني واحد من هادو راه ضروري 100% راه غادي تحط لكم. دونك حاولوا تخدموهم، راه لي انا الروابط غادي نخليهم لكم تحت هذا الفيديو. نكملوا. بالنسبه للدوال العدديه خصك تعرف الاتصال، الاشتقاق، حساب النهايات، يعني ديال الاشتقاق تاع الداله، الفروع اللانهائيه، نقط التقاطع، الوضع النسبي، نقطه انعطاف، كيفاش تحسب اف بريم كما قلنا الاشتقاق، تقاطع سي دو اف مع المستقيم، مبرهنه القيم الوسطيه، الداله العكسيه، وصوره مجال. يعني هادو كلهم خصكم تعرفوهم. وكما قلت لكم الدوال بالاكسبونونسييل والدوال بالالان، وحتى الدوال اللي فيهم بجوج، يعني فيهم الاكسبونونسييل وفيهم الالان. دونك هادو اللي ذكرت راه خاصكم تركزوا عليهم مزيان من خلال المراجعه ديالكم لماده الرياضيات. بالنسبه لحساب التكامل بالاخص جزء المكامله بالاجزاء،
اللي هو ممكن يكونوا حاضرين بقوة هذا الجزء ديال المكاملة بالأجزاء، وكذلك جزء المساحة. هذا الشيء راه خدمناه كامل كما قلت لكم في التمارين اللي صححت. دونك هاد الأجزاء هادو في حساب التكامل خصكم تركزوا عليهم. الدول الأصلية، يعني العلاقات ديال الدول الأصلية كاملة تعرفوهم. وجزء المساحات كما قلت لكم، اللي هو ديما كيتحط في اخر سؤال، في اخر سؤال في الدول العدديه. حيتاش الدول العدديه، التمرين ديال الدول العدديه يقدر كيدخل فيه الدرس ديال حساب التكامل. يعني في الاول كتخدم الداله، كدير على الاشتقاق، الاتصال، دير الدرس اللي على الدرس على مجال. في الجزء الثاني ديال التمرين ديال الدول كيقول لك احسب لي التكامل ديال هذا، اللي يعني ديال واحد الداله اللي تابعه للداله العدديه. يعني كيكون هذا الشيء مرتبط. وحاجة أخيرة اللي هي المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية غادي تركزوا على النوع الثاني اللي غتركزوا عليه، اللي هو المعادلة اللي من الدرجة الثانية، اللي هي إيكغيك سكوند زائد إيكغيك بريم بلس بي إيكال زيرو. دونك هذا الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية تركزوا لي عليه مزيان مزيان. دونك هادو هما يعني الدروس اللي غتركزوا عليهم في الرياضيات. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا. الا استفدتي دير لايك، والا كنتي اول مرة كتشوف يعني كاين في هذه القناة هذه، دير ابوني وبارطاجي الفيديو مع اصحابك اللي كيقراو في البكالوريا. وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الامتحان ديالكم.